أعزائي المشاهدين والمستمعين، مشاهدي ومستمعي برنامج ريما وحكاياتها، أهلا بيكم. سيزون جديد من مدينة إنتاج الإعلامي من قناة الـ HBC، رجعنا لكم بسيزون قوي إن شاء الله بإذن الله، ومعايا نخبة من ألمع نجوم المجتمع السكندري في السيزون ده. والحقيقة أنا كنت عايزة أختار وأبدأ بداية متميزة زي ما عودتكم كالعادة، فاخترت ضيف النهاردة بدأ حكايته من كشكول وهو في اعدادي، كتب عليه اسمه خالد عمر حسين هنا، كلية فنون جميلة. ايه الحكاية بقى أستاذ خالد حسين هنا، أو خالد هنا على طول، فنان سكندري، أنت رافض أي أرقام، يعني أي ألقاب بتتقال أنت رافضها. قولي بقى إزاي ابتدت الحكاية؟ الأول برحب بحضرتك والسادة المشاهدين، وسعيد جدا إن موجود أكون موجود معاكم النهاردة. إحنا سعداء جدا بوجودك معانا. الله يكرمك يا رب. ورجعتني يعني سنوات عديدة بدون ذكر العمر، يعني لسه صغيرين. فالموضوع انه يعني كنت وانا في اولى اعدادي بنجمع اوراق كده ونجلدها في شكل كشكول، والكشكول ده كنت كل ما حد يخش البيت عندي ارسمه وهو قاعد من غير ما يحس يعني، ويفاجئوا طبعا من بعد ما يخلص وماشي ان الصوره طالعه جميله جدا، الشبه بالظبط. انا بتكلم طبعا في اولى اعدادي، يعني مرحله متقدمه جدا. والكشكول بقى اتجمع وبقى فيه مجموعه بورتريهات رائعه، وانا كتبت عليه زي ما حضرتك ذكرتي اسمي الحلم اسمي بالكامل خالد عمر حسين هنو. الغريبه ان كاتب كليه فنون جميله، ايوه، وكان ده شيء مجهول وشيء يعني لما نسأل زمايلي مثلا انت عاوز تبقى ايه، مهندس، ضابط، طبيب، لكن ان محدش يفكر انه يكون فنان يعني. صح. فدي كانت البدايه، كان حلم سنوات كتير قوي ان اكون فنان. ما اعرفش هشتغل ايه يعني، ما اعرفش فنان دي بيشتغل ايه يعني. انا فنان برسم بس كده، ودي هوايتي. ودخلت الكليه بالظبط اول مره سنه 1990، واول طالب في فنون جميله يعمل معرض وهو في الكليه. وهو طالب. قولي بقى اول معرض كان بالنسبه لك ازاي، مين كان معاك؟ انا عارفه بس طبعا المشاهدين مش عارفين. قولي بقى ايه حكايه اول معرض. هو طبعا فكره انه طالب في اعدادي فنون يفكر انه يعمل معرض خاص، دي كانت فكره يعني غريبه شويه، بس انا كان عندي خبرات سابقه كتيره جدا، يعني بقول لك انا بادئ بدري قوي. فلما دخلت فنون كنت عندي خبرات لونيه وتشكيليه محترمه يعني، ففكرت ان انا اعمل معرض، وده كانت فكره في قصر ثقافه الحريه اللي هو حاليا اسمه مركز الاسكندريه للابداع. طبعا قوبلت بالرفض يعني من اساتذه كتير وكده، لا داعي لذكر اسمائهم. قبلت تشجيع من واحد بس يعني. وده كان كفيل، عشان هو كان كفيل دكتور محمد شاكر، بالظبط، فناننا العظيم اللي احنا بنوجه له تحيه من برنامجنا، وبنتمنى ان هو يكون ضيف في احدى الحلقات ان شاء الله باذن الله، لانه فعلا اب وفنان بمعنى الكلمه. فعلا هو عرضت عليه الفكره بعد ما عرضتها على اكتر من دكتور وتم رفضها يعني. فعرضت الفكره على الدكتور استاذي محمد شاكر، فقال لي هايل، هو ليه طريقه كده في الكلام، قال لي هايل، فكره حلوه قوي، يلا اعملها وكده، وانا افتتحه وانا هكتب لك كلمه الكتالوج يعني. فانا ما بقتش مصدق نفسي يعني، الكلام ده يعني سنه 90 واول معرض، فكانت الخطوه الاولى في سلسله الخطوات، وتقدري تقولي سلسلة القفزات إلى مناطق أخرى أكبر وأكبر أكبر. اتسلط عليك الضوء وقتها يعني الطالب خالد هنو لما عمل المعرض، اتسلط عليك الأضواء بقى بإن أنت بتعمل حاجة ما حصلتش قبل كده؟ حقيقي فعلا المعرض أولا جاله ناس كتير جدا، وأنا فوجئت يعني جمهور كتير جدا جايين يشوفوا إيه بقى، مين الطالب اللي بيعمل ده. في صحافه اتكلمت عن المعرض، حلو قوي يعني، كانت بدايه قويه جماهيريه جدا، كانت بدايه قويه الحمد لله، وخلتني بقى يعني خلاص حسيت ان الموضوع ان انا بقيت مش طالب فنان، وانا لازلت طالب يعني. طيب
اعمال خالد هنو في متحف الفن الحديث وفي متحف اسوان وفي متحف العريش وفي متاحف كتير جدا، لكن انا هتكلم تحديدا عن لوحه معركه رشيد وكتاب الرخيتو يكتبون التاريخ. قريته صح؟ الرخيتو يكتبون التاريخ. طيب للكاتب دكتور محمود درويش. اوكي، ازاي بقى رسمت اللوحه؟ لان انت بتوصف معركه رشيد، اكيد احنا ما حضرتهاش وحضرتك ما حضرتهاش، انا شفتها طبعا في الاتيلي عند حضرتك، حاجه كده يا جماعه واو عظمه، ويريد برضو هنشوفها معانا هي على الشاشه. قولي بقى ازاي رسمت وازاي تخيلت المعركه، عملت ايه؟ هي الفكره انه كانت في فكره عندي ان انا اوثق بعض الاحداث اللي مرت بيها مصر اللي هم لم توثق اولا، وانا في دراستي لتاريخ الفن وجدت انه كتير من الاحداث العالميه الفنانين الاجانب موثقينها لبلادهم، يعني نجد كل الاحداث، لكن احنا كمصريين لكن احنا مش موثقين ده للاسف. أوكي. فلم اجد توثيق لبعض الاحداث الهامه جدا ومنها حمله فريزر. اوكي، حمله فريزر اللي هي تم الهجوم على رشيد. أوكي. وكنت متاثر جدا لان انا من عشاق مدينه رشيد ومن عشاق التاريخ جدا جدا، فرحت ترددت على رشيد كتير جدا جدا وبدات اتعايش مع الموضوع، اسال الاصدقاء هناك وامشي في الاماكن فين تم فين الموضوع. الحمله يعني المعركه كانت فين حته دارت فين اوكي، وخدت معلومات كتيرة جدا، وبعدين بدأت أقرأ كتير قوي عن الموضوع لحد ما اتجمعت عندي داتا كويسة، فتخيلت فبدأت لا إذا أنا عندي بقى مشكلة، أنا عاوز أدرس الملابس. طبعا الملابس بتاعتنا، الملابس بتاعت الإنجليز، الزي، المدارس بتاعت الزي العسكري العثماني في الفترة دي، العلم بتاعنا كان شكله إيه في الفترة دي، كل ده. تمام. وبدات اعمل مجموعه سكتشات لان انا برسم شيء مش موجود على الارض الواقع. بالظبط. فبدات اعمل مجموعه سكتشات، وعلى مدار سنه كامله اتنفذ هذا العمل. في لوحات بتاخد منك سنه كامله؟ زي دي من اللوحات اللي خدت سنه، لان ده موضوع دسم جدا. اولا في اشخاص كتير طبعا، وتلاقي بقى اللي بيضرب مش عارف ايه، واللي الحركات، والسيدات من فوق بيرموا الميه المغليه والزيت المغلي على الجنود. وهي خليني اقول لحضرتك ان فكره المعركه كانت فكره عبقريه، يعني المحافظ بتاع المدينه اسمه علي بيه السلانانكي تقريبا، وعلى فكره تم تكريم احفاده وانا في يوم واحد بمناسبة حملة فريزر معركة رشيد. أوكي. في اليوم ده تم تكريمه، تكريم أحفاد المحافظ. فحطوا خطة جميلة قوي إنه لما تخش الأسطوري يخش والإنجليزي يخش على رشيد ما يلاقوش حد. كان كل المدينة فاضية. فضوا المدينة. بس هم مستخبين في البيوت وفي فوق الأسطح. وبعدين يطلع مؤذن مسجد زغلول. وانا رسمه في وهو موجود على فكره، موجود لسه. يطلع المؤذن يؤذن في وقت غير وقت الصلاه، تمام، ويقول في الاذان بتاعه حي على الجهاد، ودي كلمه السر. فمجرد ما قال حي على الجهاد بدات وعينك ما تشوف الا بدات المعركه. من كل صوب ومن كل مكان طلعت الناس بقى بشكل اللي معانا بوت واللي معاه خنجر واللي بدرس بسجل ده كله في اللوحه والسيدات من فوق الجمال جدا بيحذفوهم البتاع، بنتصرف لدرجه انه تم تدميرهم بشكل رهيب. انا طبعا في اللوحه اتعمدت انه لا يوجد اي قتيل من عندنا، وتعمدت ان العلم بتاعنا مرفوع ومرفرف وشايلاه سيده ده تكريم ليه. والعلم بتاعهم على الارض واللي دايس عليه هم مش احنا. حلو قوي، يعني فاهمه الفكر ده؟ طبعا. يعني انا مش هدوس على علمك، لا طبعا، لان انا كان في انجليز وانا عارض اللوحه دي، فاتكلمت معاهم العلم بتاعنا على الارض، قلت لهم بس مش انا اللي دايسه، انتوا يعني، هو اتكلمنا معاهم في الموضوع ده، انتوا ايه اللي جابكم عندنا؟ هي لوحه دسمه جدا، واحنا هنتكلم عليها بعد كده ان شاء الله بامر الله، عشان انا مش هي عاوزه دي قاعده لوحدها. طيب انا عايزه اسالك على حاجه،
طبيعي جدا انت فنان وبترسم، فبتبص تلاقي في ناس بتيجي تشتري منك اللوحات، غالبا بتكون الطبقات الارستقراطيه او الناس اللي غاويه الفن اللي بتحب تدفع في الفن. كلمني عن لوحه قهوه الهندي في المنشيه، قولي بقى حكايه اللوحه دي. اولا انا من بيرتادوا القهاوي، انا يعني اللوحه دي اتطلبت منك مخصوص ولا انت لا كنت لا راسمها لا عادي؟ كنت راسمها عادي، لان انا معظم قعدتي مساء في في المقاهي يعني اصلا يعني تمام. يعني بعد ما اخلص شغل وكده لازم بالليل اقعد اشرب شيشه في اي حد عايز استاذ خالد هانو بالليل عارفين والله عارفين القهاوي اللي بقعد فيها. فقهوه الهندي دي من المقاهي اللي موجوده اللي اقعد فيها، بس ما بقعدش فيها كتير. لكن شددني احنا معانا اللوحه نفسها، ممكن نعرضها. قهوه الهندي شددني قوي المنظر، هي موجوده داخل مناور مجموعه عمارات. فالطراز المعماري تحفه جدا. انا شفتها لما بروح اقعد، لما بروح اقعد بقعد اتفرج واتامل. فجت الفكره ان اعمل الصوره معانا اهي. جت الفكره ان انا اعمل القهوه. فبدات اتردد كتير جدا على المكان، وبعدين عملت سكتشات ورسمت القهوه. مش عايز اقول لك لما بروح النهارده القهوه، طبعا انا بروح اقعد كام بفكر الناس مش عارفيني، هتلاقيهم قفشوني وعارف ان انا اللي راسم. ازاي؟ لا القهوجيه وال يعني الناس البسطة دي بتبقى عارفة، عرفت جدا. طيب ده بقى ياخدني للأماكن الشعبية، هي المادة الخام للفنان، للشاعر، للرسام، للكاتب. يعني أنا كريهام بقول إن أستاذ خالد هنو بالنسبة لي زي أسامة أنور وكاشة، طبعا زي عبد الرحمن الأبنودي. كل ما غصت في البيئة الشعبية كل ما نجحت أكتر، صحيح؟ صحيح جدا. يعني هو طبعا أنا قارئ جيد لنجيب محفوظ والأسامة أنور عكاشة وكل الناس دي، الناس دي اللي هم انغمست في بيئتها قوي قوي. والمناطق الشعبية هي المناطق الأكثر قيم إبداعية وفنية، خصوصا احنا عندنا حاجات كتير في اسكندرية، بحري، منشية، كومة دكة، كرموز، العطارين، المناطق دي كلها غنية بالموتيفات والموروثات الشعبية اللي ممكن تشوفيها في الباب الجميل الخشب، في البلكونة اللي معمولة بالفرفرجيه، في الشباك اللي تلاقي فيه حتة إزاز معشق، المعمار الإيطالي، كل ده طبعا غني جدا. ده مش بنلاقي الوفرة دي او الماده الخام للابداع مش بنلاقيها في الاماكن الراقيه يعني لا. فعشان كده الماده بتاعتي خصوصا او الاماكن الحديثه اللي هي يعني مش يعني القديمه، مش القديمه زي الاحياء القديمه دي، صح كده؟ يعني حتى الناس البسطاء دول بتلاقي فيهم قيم. أيوة. قيم تشكيليه ولونيه. فاحنا بندور، حتى محمود سعيد اللي هو ابن الباشا محمود بيك سعيد لما رسم ايه؟ بنات بحري. ايوه. ورسم الصيادين ورسم الحاجات دي، يعني هو حتى خرج من البيئه اللي هو قاعد فيها عشان يشوف القيم اللي احنا بنتكلم عنها دي. طيب انا عايز اسالك سؤال، ازاي جات لك فكره توثيق الاسكندريه بالصور؟ احنا عارفه تقريبا هو 100 لوحه ولا اكتر؟ هم اكتر من 100 لوحه أكتر. بس اللي متسجل فوتوغرافيا وموجود صوره 100 لوحه. 100 لوحه. انا رسمت اكتر من كده. لا أنا بس زمان ما كانش في تسجيل بالكاميرا. فدي كانت عامله لنا مشكله، يعني ارسم اللوحه تتباع. تمام. ما نلحقش ان نجيب المصور ويصور ويصورها. ده في فتره من اواخر الثمانينات كده لحد فتره التسعينات. طيب. كانش فيه الموبايلات. النهارده من السهل قوي ان اصور اللوحه بعد ما تنتهي من انتهي العمل. اوكي. ده حلم طبعا على مدار 40 سنه. في لوحات كتير جدا، بحري والمنشيه وحلقه السمك وكوبري ستانلي. انا عايز اسالك على كوبري ستانلي، صورت قبل وبعد؟ رسمت بقى مش صورت، رسمت قبل وبعد ولا لحقت تصور؟ على فكره كلمه صورت دي بتبقى على المصورين اللي هو احنا الرسامين برضه. ايوه يعني اتقال علينا مصورين مش
مش مجرد رسام فنان بس، لا انت كمان مصور، عشان انت اللي بتنقل لنا الصوره اللي هي الصوره المرسومه دي اسمها مصور برضه. تمام. يعني قبل حتى الكاميرا ما تطلع يعني. فاحنا رسمت طبعا ستانلي قبل وبعد، وهي تعتبر من اشهر اعمالي لوحه كوبري ستانلي. هي مش من اجملها بالنسبه لي انا، لكن من اجملها، لكن من اشهرها يعني. الاسكندريه التي غيرت العالم للاديب اسلام عيسى. قول لي بقى. ده كتاب مهم جدا عمله الاديب العالمي اسلام عيسى. وهو اديب انجليزي بس من اصل سكندري. وهو كتاب اتعمل في انجلترا واخد جائزه اولى، يعني الجائزه الاولى لهذا العام لافضل كتاب يعني. فكتاب بيتكلم عن اسكندريه فقط لا غير. تمام. وتم اختيار 3 فنانين بس من مصر عشان يتحطوا في الكتاب ده. كوبري ستانلي. معايا الصوره بتاعت كوبري ستانلي. غيرت العالم. ده كوبري ستانلي قديما. لا حديثا، ده حديثا. لكن مش هي دي كوبري ستانلي المشهور اللي هو في ناس تمشي في الشتاء وكده، في لوحه ثانيه. في لوحه ثانيه له كوبري ستانلي. طيب عايز اسالك على حاجه. حضرتك شايف ان يعني هل خالد هنو لو كانت ولد في محافظه ثانيه مش اسكندريه كنت برضو هتقدر تبدع؟ لا. اسكندريه مدينه الالهام. لانه احنا لما بنتكلم على الفن التشكيلي هنقول ان رواد الفن التشكيلي كلهم من اسكندريه. فدي علامه استفهام. سيف ولي، محمود سعيد بقى، محمد سعيد، محمد سيف وادهم ولي، جورج صباغ، مارجريت نخله، كامل مصطفى، عبد الهادي الجزار، حامد عويس، كلهم تقريبا من اسكندريه. حسين بكار كلهم من اسكندريه. فبالتالي دي بتحط علامه استفهام. اشمعنى اسكندريه تحديدا؟ اسكندرية. او اسكندريه ليه زي ما قال يوسف شاهين. يوسف شاهين. طيب هقول لك بقى اسلوبك الفني ومدرستك في الرسم. دايما بتستخدم الاضاءه او التظليل، مش عارفه بقى اذا كان هي تظليل صح ولا هي الاضاءه، نقول ايه؟ هو انا طبعا انا عملت مدرسه جديده. وده مش حاجه يعني الناقد عز الدين نجيب الله يرحمه قال ده في النقد من اكبر نقاد مصر يعني. لما جه كتب عني قال انه خالد مش تاثيري، اصل هو دايما انتسب للمدرسه التاثيريه امبريشنزم. لكن قال لا، ده هو عنده الميتافيزيقيه في اللوحه. مش مجرد ده بيرسم لاندسكيب فقط، لا ده بيدينا حته كده ميتافيزيقيه فيها فيها شجن وحنين. احنا معانا لوحه اللي هي لوحه القطار. طبعا كدا؟ دي بتعبر جدا عن دي بتاعت سيدي جابر. فيها التاثيريه وفيها الميتافيزيقيه وفيها الضوئيه. تمام. يعني حته الـ 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 حته الضوء والظل اللي حضرتك بتتكلم، ان الظل هنا بيلعب دور بطوله. تمام. يعني الظل مش خلفيه. لا خالص. لا ده هو البطل في اللوحه. احنا ممكن اهي معانا اهي الصوره كمان على الشاشه. هنلاقي ان الظل هنا اخد ثلاث ارباع الصوره، متخيله؟ يعني الصوره فوق اخد القطار والمباني، وتحت كده ثلاث ارباع الصوره عباره عن ظل. انا عايزه اقول لكم يا جماعه ان انا لما حضرت الاعداد مع فناني العظيم وصديقي الخلوق المحترم استاذ خالد هنو، انا كنت منبهره جدا، لان انا طبعا شفت الحاجات دي على الحقيقه. فكان بالنسبه لي انا داخله اتوليه رائع. ايه كميه الاحساس اللي باين في الصوره؟ ايه كميه ما تفهموش بقى، شجن، حاجه كده بتخليك تقعد كده منبهر. الحاجات دي موجوده. والغريبه بقى، مش الغريبه، لان هو فعلا كان موثق اسكندريه، وانا كنت داخله ايه ده؟ سينما اوديون، ايه ده؟ سينما امير، ده العطارين، ده والمطر والشتاء. حضرتك شفت كمان اللي هو موجود اللي اتباع اكتر بكتير. ما شاء الله. يعني موجود في المتاحف وموجوده عند اشخاص وكده، فده القيمه بقى. عايزه اقول لكم كمان ان اللوحه نفسها، يعني مثلا لو لوحه مثلا فيها التاكسي والدنيا بقى غيوم، فما فيش الاضاءه خافته كده شويه من السماء، الدنيا مليله، فتبص تلاقي نور التاكسي ظاهر انعكاسه على الارض في الشتاء والمطر. التفصيلات دي كلها يعني انا ما اعرفش، بس انا يعني انا كريهان منبهره. بس هل في فنانين، يعني كل فنان بيعبر كده، ولا كل فنان بيبقى له طابع خاص واحساس خاص باللوحه اللي هو بيرسمها؟
كل فنان طبعا ليه مدرسته وليه اتجاهه، وفي ناس بتشتغل بشغل اللي هو الشغل الحديث او ما بعد الحداثه. انا خدت الاتجاه بتاعي من ايام الكليه وانا بعمل ده وحابب ده، وزي ما اقول لحضرتك الحلم 40 سنه، يعني الموضوع قديم جدا. طيب التكريم بقى اللي كان في الاوبرا، قول لي احكي لي عنه. والله انا فوجئت من مكالمه من معالي الوزيره الله يمسيها بالخير، صديقه عزيزه الدكتوره ايناس عبد الدايم، ان هي هنعمل معرض في مئويه سيد درويش، ودي حاجه بتتعمل 100 سنه، يعني حاجه بتتعمل على مدار 100 سنه. 100 سنه فانا الحمد لله ان انت لحقتها. لا ده انا اللي انا اللي هعمل المعرض، يعني المعرض بتاع المئويه بتاعي اسمه سكندريات هنو. وتم تكريمي مع 20 شخصيه على مدار 100 سنه اثروا في اسكندريه. وحتى الصفحه اللي انا زي الطبع كتالوج كده، الصفحه اللي انا موجود فيها الناحيه دي كان الناحيه الثانيه سمير صبر الله يرحمه. فنقوا شخصيات عظيمه جدا اثرت في المجتمع السكندري، اثرت في المجتمع السكندري بالثقافه والفنون والابداع. فانا كان تكريم عظيم جدا من الدكتوره ايناس، والاجمل ان هو اول ما طلعت تتكلم على المسرح قالت انا بشكر الدكتور خالد هاني قبل اي حق. انا اللي بشكرك على الحلقه اللطيفه والجميله والخفيفه دي. اعزائي المشاهدين، انا ما كنتش عايزه انهي بصراحه، بس هم على طول بيقولوا لي يلا نختم يلا نختم. الحلقه مسليه جدا ممتعه ومعلومات. انا فرحانه جدا حضرتك كنت ضيفي في ريما وحكايتها، ومبسوطه ان انت موجود معانا في قناه الاتش بي سي من مدينه الانتاج الاعلامي. بحييك وبحيي اعزائي المشاهدين، والى اللقاء في حلقه جديده ان شاء الله من ريما وحكايتها. شكرا يا فندم، انا فرحان قوي. شكرا لحضرتك.